تعالوا نروح لعمل تاني، لانه يعني انا لسه بقول له احنا انت الفرق بتفصل ما بين الشخصيه ازاي. احنا بقى كمشاهدين بنفصل بالريموت كنترول او نغير المحطه او نفضل على منصه واتش نتفرج عليها. هنروح على نشوف كده لما بنتكلم على فنانين كمان كبار في الدراما واحنا بنتابع كده على الشاشه الدراميه، بنلاقي طبعا انه في بصمات كتير مختلفه، والناس بتحاول وجودهم اساسا هم بيثري الادوار وبيدي للادوار قوه، واحيانا تلاقي الممثل ده اللي هو الخبره والكاريزما كلمه بس منه على الشاشه، او احيانا لمحه او نظره عين، يعني هو ده الممثل المحترف، يعني مش بالضروره يتكلم. احيانا في ممثلين ممكن المشهد يبقى قليل لكن نظرات عينه هي فيها الحوار والكلام. ده اللي دار تماما مع الفنانه مديحه البكري، وانتم عارفين مين مديحه، هي ست لطيفه جدا على الطبيعه، ولكن في جعفر العمده يعني زوجه حماده فتح الله ومش سهله، يعني هي في ظهر ولادها المهم انه يجيب الحق. ست يعني قلبها اتكسر طبعا على مقتل ابنها يوسف، والحزن تحول عندها الى نوع من انواع الثأر والشر ورغبه طول الوقت في الانتقام. الفنانه مديحه البكري، مساء الخير. مساء الخير. انا طبعا بشوفك احيانا كتير في المشهد، مش بس بتتكلمي بس، عينك احيانا بتقول حاجات كتير جدا، وده بيبقى مهم ان الفنان يجيد توصيله. يعني ما هو التمثيل بالعيون ده صعب برضه، يعني التمثيل بالعيون ده مفيهوش كذب يعني، اكيد لا ابيض يسود يعني. طب قولي لي انتوا عيله فتح الله طبعا لما بتدخلوا اللوكيشن دي عيله الشر، الكواليس عامله ازاي؟ يعني في عيله جعفر العمده بستاته بحاله، وانتوا العيله الثانيه اللي هي عامله التوازن جوه المسلسل، يعني بتتكلموا مع بعض ولا بتحاولوا تخلوا انه كانكم فعلا مختلفين عشان تفضل المشاهد قويه؟ بالعكس نكلم بعض واحنا اصحاب جدا كلنا يعني. ايوه بتكلموا بعض عادي يعني. حتى ابني المفروض دكتور احمد عبد الله اللي هو كريم، هو انتوا ايه مش معبريني ليه؟ انا مش ابنكم. اقول له انت ابن العراق. على فكره كريم موجود معانا النهارده وانا هعقله يوقف شويه الانتقام بقى، خلاص داخلين على اخر على العيد يعني، عايزين نعيد من غير انتقام يعني. ايوه اكيد. طيب انتوا لانه الادوار الحقيقه بتطلعوا في المشهد احيانا، يعني فنانه مديحه انت بتطلعي في المشهد ومعاكي ابنك كارم ومعاكي فتح الله، يعني انتوا الثلاثه تقريبا في مشاهد كتيره بتجمعكم، حصل بروفات خاصه ما بينكم طول الوقت كعيله؟ حصل ايه سوري؟ حصل بروفات خاصه يعني؟ لا البروفات تقالينا كلنا كلكم يعني قبل المشاهد، بنقعد كلنا كده راوند كده في الشارع دوت اللي هو الخارجي في مدينه الانتاج، حرف المفروض شرف السيده زينب، فبنقعد كلنا معنا الاستاذ محمد سامي بيوجه لنا كلنا، انا تعملي كذا وتعملي كذا وتعملي كذا وتعملي كذا. ايوه وفي حاجات بيشيلها وفي حاجات بيحطها عشان طبعا هو المؤلف. ف يعني الجمله دي بلاش يقولها انت قوليها، لا بلاش تقوليها هو يقولها كده يعني. كل المسلسل. قولي لي اصعب المشاهد بالنسبه لك كانت ايه؟ يعني حتى لو مش يعني مشاهد كنتوا موجودين، اولا انت كان عندكم مشاهد عامه كتير جدا وكانها في ساحه السيده زينب، ايه اصعب المشاهد اللي كانت موجوده؟ المعارك كانت صعبه جدا. كل المشاهد اللي في الحاره دي كانت صعبه جدا، احنا كنا صعبة درجه حراره 4 في عز الثلج يعني من 7 يناير لغايه 31 يناير مثلا. انتوا بداتوا تصوير بدري وده اجمل حاجه في المسلسل ده. لا احنا بدانا قبل كده مشهد يعني بتاع الزنزانه. وبعدين بعد كده اخذنا رست شويه، كنا خش بقى في نوفمبر، بعدين يعني تعطلنا وقفنا شويه، وهما راحوا لبنان صوروا في لبنان، وبعدين صورنا بقى في الحراره. بعدين رجعتوا تاني. طب انا عايزه اقول لك حاجه بقى ست مديحه، ما تقولي لنا ايه اللي هيحصل كده، خلاص ده فاضل يومين. لا مش هقول طبعا. ما تقولي لنا كده وتدينا اي حاجه وتطلعي طيبه. طيب حتى في التاسعه تطلعي طيبه شويه. عندكم احمد عبد الله يقول لك لو عاوز يقول احمد عبد الله، اما اشوف بقى. بس يعني ما تحاوليش، كويس انت مش موجوده معاه عشان هو دايما متاثر بيكي برضو يعني. عموما انا بشكرك شكرا جزيلا، والمسلسل ده نجح لانه فيه ممثلين الحقيقه كتيبه كده، كلهم حقيقه اداروا المشاهد باقتدار. فنانه مديحه البكري بشكرك شكرا جزيلا عن دورها في مسلسل العمده وعائله فتح الله. زي ما انتم شايفين يعني بجد الاعمال كلها بتدي قوه، والناس كلها يعني بتحاول تقدم احسن ما عندها.